عاوز تخرب بيتي يا نجم وتفضحني في السوق. لما انت مش قد السوق وقفته سيبه للي يقدروا عليه ويقفوا فيه وارجع زي ما كنت، وانا مستعد انسى كل اللي فات. المعلم ابو حلقة سيدي المذبح كله يا نجم، عايزه يرجع يشتغل بشكار عندك؟ لا، لما رجالة تتكلم العيال تسكت. انت مفيش حد مال عينك ولا ايه؟ بس يا عمر اسكت خالص. سيبني يابا، انا اعرف اخلص عليه. قلت لك اسكت، خسارة تودي نفسك في داهية عشان كلب زي ده. انا هعرف اربيه كويس. طيب عملها النجم. اسمع حرب. نعم يا معلم. عدي على الوكايل كلها واشتري كل الجمال اللي فيها. ايه مالك واقف زي الدجب كده ليه؟ ما تتكلم. اصل معلمي ابو حلقه لما عرف ان احنا خدنا المحطه منه سبقنا ولم الجمال كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه الحكاية يا معلم نجم؟ دخلنا نحمل ما لقيناش الدبايح ولا لقينا حد من رجالتك خالص. معلش يا نظيم يا فندم، على آخر نهار إن شاء الله هتلاقي الدبايح عندهم. والعيانين اللي في المستشفى يا معلم، بلاش نغديهم النهاردة؟ مش كفاية بنأكلهم الجمل على إنه كندوس؟ الله، بعدين في إنخة المخ دي بقى، ما تلم لسانك يا فندم أنت وهو. ما الفرق بيخش في جيوبكم؟ في جيوبنا؟ أمال أنا يعني اللي باكل لوحدي؟ حقك عليها يا معلم نجم، بس ونبي ما تأخرش علينا، الأحسن دي فيها سجن. خلاص، مع السلامة بقى. صباحك فل يا معلمي. صباحك زفت وزي وشك. الله 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 الله، ما تتصرف يا عجل، ده وقت بحلقلي كده زي البجم. اعمل حاجة يا أخي. ده وتلايميها على الصبح تقومي ترشيني بالميه. طب ما تزعليش، المره الجايه هقطعك وابيعك في سوق الحيط. طب وديني ما انا راجع عنك يا صايعه. انا صايعه؟ يا نشفه يا نشفه يا المرز المذبح، تعالي هنا. انا هو ستين صايعه. تفتكر هتعدي على خير؟ والله ان شاء الله ما اعدي. تفرق ايه يا عرب؟ خلي نجم بقى يعرف مركزه. معلم عمر، ما تنطقي تقولي عايزه ايه؟ انا احرج الصباح. انت هتقرقي معايا يا بت. يوم بسم الله الرحمن الرحيم، على مهلك شويه عليا يا معلم. عايزاه الله يا بت، ما تتكلمي عادي. في ايه؟ العنبر بقى لسه والدكتور لسه ما شرفش. طب روح انت نجري شوفي شغل. اه يا حموها. اه يا معلم، خدي الكرسي ده. على عيني يا معلم. بعت للصباح على العنبر. على عيني يا معلم. وانت ابو سيد شوف الدكتور نبيل وقول له ان العنبر جاهز. يا بت ما تتشعلقيش في حبال دايبه. يشعلقوك من عرقيبك يا سيد ياسر. اسمعي كلامي يا فاطمه، بصي تحت رجليك احسن رقبتك تتقطم. قطم رقبتك على صدرك، وادي انت انت عايز ايه؟ وديني النبي اروح فيك في داهيه. يا هبله، انا بوعيكي عمر مش فاضيلك، وبصراحه مش انت الصنف اللي خايش في نافوخه. كده ما بقاش فاطمه بنت المعلمه جمالات الله يرحمها ويبشبش الطوبه اللي تحت نافوخها. ان ما جبت رجلك يا عمر. معلش يا عمر، وديني النبي ما في مره تاخدك مني.